السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بون هذا الفيديو درتو سبيسيال، نهار ما حطيت لكم فيديو تاع الرشطه، نهار ما طيبت الرشطه لصحاباتي كما كنا خدامين ما جابولناش صحاب العرس الماكله. قلت لكم دي فوا صحاب العرس يكونوا مشغولين، دي فوا تكون لا غالب ما عندهمش الوالي، ما عندهمش الواقف، ما عندهمش، يكون يعني يد وحده متصفق. بي بصح اليوم نوري لكم زابونتي الوفيه الله يبارك، خدمنا لها العام اللي فات، خدمنا لها بنتها تزوجت العام اللي فات ما شاء الله تبارك الرحمن، وسنا نخدموا لها الدكتوره مريم ثاني العام اللي فات جابت لنا فطورنا سبحان الله نفس الشيء العام اللي فات، قالت لنا ديروا الشجر شاورما بلون بولي وطيبوا شاورما، بعد قالت لي لا ما طيبيش، قالت لي حبسي، راحت جابت لنا سبحان الله هي مع الحفافه ومع المشغوله جابت لنا البولي غوتي ولا جابت لنا دجاج محمر كيما اليوم، وجابت لنا المطلوع كيما اليوم، وجابت لنا زيت زيتون كيما اليوم، وجابت لنا المعام اللي فات جابت لي الزيتون المردوم، وسنا جابت لي هذاك كتبت لي فيه زيتون عوام، فوالا زيتون عوام العام اللي فات جابت لنا زيتون مردوم، الله يكثر خيرها ان شاء الله ربي يفرحها كيما فرحتنا حنا هنا خدامين، واكيد رانا ضيوف حنا ديفوا نروحوا عند الناس يحسبونا راكي خالصه. بعض الاشخاص يعني الحمد لله 2% تاع الاشخاص جزائريين كرماء مالغري ولا غلطوا حنا فيهم فقراء بصح كرماء، نروحوا عندهم ضيافه يكونوا كرماء الحمد لله، تقول لي مالغري تو راكي ضيفه راكي خدامه بصح راكي ضيفه، وكاين العكس صحيح كاين سبحان الله. نحكي لكم واحد الحكايه في كورونا صرات لنا، كنا في الصيف وراكبين في الفورغون من اللور ومغلوقه كامل الحاله، وصلنا كما نقولوا الريق ناشف، شريت البنات الكارنطيطه في الطريق كي وصلنا جبت لهم قرعه كازوز باسكو وصلنا مع 12 باسكو كانت ثم لهذيك المظاهرات، كنا في المظاهره تاع بالجمعه هذيك، كنا في المظاهرات ما وصلناش بكري ليسونسيال، قلت لهم فطروا لي ليه بالكارنطيطه، جبت لهم قرعه كازوز من الفريكو. مولات العرس كي جات صابتنا قلت لها مادام قطعوا ولا غير مع الطريق ولا غير كي تعرفي مع العطش وتاع السخانه، واش قالت لي؟ قالت لي نورمالمون انتم راكم خدامين ما راكمش في الحساب، انتم جيتوا خدامين لا اله الا الله محمد رسول الله، المهم الحمد لله اللي ماشي كامل الناس هكذا، وان شاء الله ربي يرزقكم سعاده الدارين اللي راكم دائما الله يبارك كرماء معنا كيما انتم راكم كرماء معنا كيما حنا نخدموا كيما نقولوا، بلا تكوني كريمه ولا ماشي كريمه انا نحلل دراهمي، مي بصح كي تكوني كريمه نتفكرك بالفرحه بدعاوي الخير الحمد لله، ماشي الكرم معناها فقط الضيافه هذه، هذه في ميزان حسناتها راهي صدقه عليها وعلى ولادها، حتى والانسان يكون عنده تعتبر صدقه. قال لك مرتج ويحتاج وحده في التعليقات واش قالت لي؟ قالت لي انت راكي خدامه نورمالمون ما تقوليش صدقت لنا، يا سبحان الله انا مولات العرس كي خلاص العرس تقول لي دي الماكله تاع ولادك نفرح، اي بورتون اللي خدامه علاش نفرح؟ باسكو هذيك الماكله عندي اللي من مدها، مره تصح للموحمه، مره تصح للجار، مره تصح لدارنا، مره الوحده تشهات راكم تعرفوا، وهذيك راهي رايحه صدقه ليها وليا او ميم تو باسكو انا راني الوسيط بيناتهم الحمد لله. يا ربي مازالت الدنيا بخير ومازالت انا ما نكذبش عليكم في الحقيقه نتاع ولادي، جامي دخلت حاجه لداري كما يقولوا ولا القضيان اللي دخلوه لي لداري ولا كامل نصدقوا على، ماشي نقول لكم باش نزوخ ولا باش كما يقول لك الصدقه الذي يتبعها من ولا اذى، هذه ماشي كاسيو تاع المن، بما اننا صناع محتوى كما يقولوا احنا صانعات محتوى نوري لكم واش كاين، صافي راكم كاين لي يديني بالك ياخذ مني يديني قدوه. انا باش نقول لك انا في عراس ولادي كي طهرت ولادي وكي درت العقيقات الخدامين اكرمتهم الحمد لله، هم راهم يتفرجوا في الفيديو وما من القضيان اللي كان عندي الماكله ما قلت لهم والو، شريت لهم لي بواط سبيسيال، شريت لي بواط هذوك اللي يتباعوا تاع امبورتي هذوك، قلت لهم تاع الصاله يدوا لي قعد لي حب يدي المهم الماكله انا ربي سبحانه دارنا اطعام الطعام ما كاش كيما سقيا الماء واطعام الطعام، هذه هي اللي يعرف. قلت لكم هذا الفيديو درت لكم سبيسيالمون على جل الفيديو تاع الرشطه، الفيديو تاع الرشطه اللي قلت لكم باللي درت الماكله اكيد كي مولات العرس تنسانا ولا بالك ما تفكرناش ولا بالك يكون مضغوطه، اكيد انا ما حش نخلي البنات مره نشري لهم بيتزا، مره نشري عدس، مره نشري مقارون، مره نشري سباكيتي، مره نديروا الغاكود ليغوم، مره نديروا جاردينيير، مره نطيبوا هكذا غاتان خفيف، هذه هي المهم نسلكوا راسنا نشرو قرعه كازو نشري لهم لي بتيفا القهوه والحليب ونجوزوا نهارنا.
مي بصح اكيد هذا حيزيد لي الضغط شويه، ماشي كيما مولات العرس يعني دي فوا تكون دارت لك حسابك يعني تنقص عليا الضغط هذا تاع روحي شري وخمي وديري والخبز كاين وما كاش. البنات نوري لكم كامل اليوميات نتاعنا والكواليس نتاعنا، هذو هما الكواليس نتاع الطباخات. الحمد لله كما قلنا لكم ما احنا الحمراء انا كارهينو، مي بصح كي تمد لنا مولات العرس اكيد كي يقعد لها بزياده عنده اللي من يروح صدقه عليها. الناس يحسبوا باللي الناس راهم جيعانين ولا محتاجين ولا ما راناش جيعانين الحمد لله. انا دائما كما نقولوا بصح سي لو جاست كي كونت، واكيد رانا مسلمين والمسلم نورمالمون المسلم قلبه كما يقولوا ما يكونش حساد وما يكونش يحسب الخوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ميزان حسناتكم السيده فاتحه، تقبل الله منكم صالح الاعمال وان شاء الله صدقه مقبوله، والله يكثر خيركم ان شاء الله يا ربي. فوالا هذه هي درنا لهم اليوم شوربه سلطه وطاجين، شوربه سلطه وشقيقه، هذه هي فوالا شريبه تاع نهار اليوم. فرجه ممتعه وتهلاو في رواحكم، الى اللقاء.